مصطفى يونس نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق الذي تألق في الملاعب وحقق الكثير من البطولات لم يفقد بريقه بعد الاعتزال ونجح في مجال التدريب مع منتخب الشباب جيل محمد صلاح والتأهل لبطولة الأمم بجنوب إفريقيا بجانب عمله مع الأندية وصعوده للدوري الممتاز مع الشمس والأولمبي بالإضافة لعمله كمدرب مع فايتسا في الأهلي. يونس شعبي استمرت من الملاعب لكرسي المذيع والمحلل الفني فقد نجح في تحقيق نفس الشهرة التي كان عليها لاعبا في أي مجال يمتهنه بسبب تصريحاته الحادة التي لا تخلو من الصراحة سواء في الهجوم أو الدفاع عن آرائه. اختلف الجماهير ما بين مؤيد ومعارض حول آراء وتصريحات نجم الأهلي السابق التي طالت الهجوم على ناديه السابق أحياناً والثناء على الزمالك في أحيان أخرى. في النهاية نجومية مصطفى يونس في الملاعب لم تقل عنها خارجه ليواصل الجدل والتألق باستمرار.